كم أتيتم إلى هنا بعدة ملفات لمناقشة عدة ملفات مع الشركاء الأوروبيين، وحملتم رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. هل ممكن أن نعرف تفاصيل أو ملامح هذه الرسالة، وما هو الرد أيضا الرد الأوروبي؟ حملتم رسالة أيضا بالتالي من شارل ميشيل إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل ممكن أن نعرف تفاصيل هذه الرسالة؟ الرسالة بتؤكد التزام مصر ورغبتها في تدعيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع المفوضية في كل المناحي السياسية والاقتصادية والثقافية، واستمرار العلاقات الوثيقة بين الجانبين لخدمة مصالحهما المشتركة، وأيضا تناول التحديات العديدة التي تواجه كل من الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كان هناك أيضا ترحيب من قبل الرئيس لتلقي هذه الرسالة، واستمرار التواصل فيما بينه وبين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجود إن شاء الله زيارة مرتقبة للرئيس السيسي في بروكسل جاري ترتيب توقيتها. بخصوص أزمة سد النهضة، ما المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقدمه لمصر عمليا لتسهيل أو للوصول إلى حل مشترك يرضي جميع الأطراف في هذه الأزمة؟ الاتحاد الأوروبي من المراقبين للمفاوضات تحت الرئاسة الأفريقية والمسار الأفريقي. الاتحاد الأوروبي تميز بأنه اتخذ موقف سياسي واضح في الإعراب عن القلق وعدم قبول الإجراء الإحادي الذي قامت به إثيوبيا بالملء الثاني. هذا في الحقيقة يلقى ترحيب من قبل مصر باعتباره موقف مبدئي ملتزم بأن يكون دائما محدد لما يجب أن يتم من خلال الامتناع عن هذه الإجراءات الأحادية، العمل على التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وأيضا الاستعداد لتكثيف دور الاتحاد الأوروبي في معاونة الأطراف من خلال الخبرات التي تتوفر لديه. هل ممكن أن نرى خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يقول بأن الاتحاد الأفريقي جاهز أو يمكن أن يسهم بعملية المفاوضات، هل يمكن أن نرى رباعية الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ضمن عملية المفاوضات، أما أن المساعدة الدبلوماسية انتهت في هذا الملف؟ لا إطلاق، ما زال مصر تضع فقطها في الرئاسة الأفريقية، رئاسة فخامة الرئيس تشيسكيدي والمسار الأفريقي الذي يقوده، والولاية التي منحت من خلال مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة لمواصلة المشاورات. بالتأكيد أن الاتحاد الأوروبي كمراقب كان له دور في التواصل مع الأطراف على المستوى الثنائي، وكان الهدف هو أن يكون هناك إطار تفاوضي يتم تعزيزه بمساهمة الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أجل معاونة الرئاسة الأفريقية ومعاونة الأطراف بتقديم الحلول وتقديم الأطروحات التي تساعد على التواصل إلى الاتفاق القانوني الملزم. نحن لدينا ثقة من الشركاء سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، لديهم من الإمكانيات ولديهم من الحياد ولديهم من المعرفة بالتجارب التي ناجحة التي تمت في أرجاء العالم لكيفية إدارة الموارد المائية المشتركة والقواعد القانون الدولي التي تحكم ذلك. متى ممكن أن نقول أن التحركات الدبلوماسية انتهت والآن نحن قد نتجه إلى التصعيد؟ هل يمكن أن تصعد مصر فعلا بهذا الملف؟ ومتى ممكن أن نقول أن المساعي الدبلوماسية انتهت، نفذ صبر المصريين؟ نحن بنلجأ إلى مجلس الأمن، والمخرج الداعم للعملية التفاوضية مودع الذي أعضاء مجلس الأمن، يتم التشاور حول المخرج بحيث يتم تعزيز جهود الدبلوماسية الوقائية والعمل على تشجيع الأطراف على الانخراط الإيجابي وإظهار الإرادة السياسية للتواصل للاتفاق. مصر تولي هذا الموضوع اهتمام بالغ، وهو كما تحدثت من قبل قضية وجودية بالنسبة للشعب المصري. الدولة المصرية بكل مؤسساتها تعمل من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الأطراف الثلاث، ولكن كما تحدثنا فالمفاوضات ليست نهائية، ولكن يجب أن تنتهي إلى وضع يحقق هذه المصالح
ويمنع أي نوع من التصعيد والتوتر، لا يكون له تداعيات خطيرة على المنطقة وعلى دول المنطقة. نعم، التقيتم يوم أمس وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد، ما هي الملفات التي نقشت؟ هل تم الحديث عن الأسرى مثلا أو عن عودة المفاوضات؟ هل كان اللقاء مخطط له أم أنه صدفة باعتبار أن وجودك كان هنا وهو منذ يومين فقط دعي إلى الاجتماع الأوروبي، إلى اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين؟ لا، هو كان مقرر وجودي هنا منذ فترة، وكان مقرر وجوده أيضا، وبالتالي كان هناك مسعى لترتيب هذا اللقاء، وهي فرصة لتأكيد الموقف المصري في دعم الجهود الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين وفقا للمقررات الشرعية الدولية، وأن تكون الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة أن يتم استئناف الآن بعد استقرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومن الأهمية استئناف المفاوضات وأن يكون هناك تفاعل فيما بين الطرفين، وأيضا بمساعدة مصر. مصر تسعى للعمل على إنهاء الصراع وإعفاء الشعب الفلسطيني من معاناته ونيل حقوقه المشروعة، وكل ذلك ما أكدته للوزير الإسرائيلي. أيضا تحدثنا عن أهمية تهدئة الأوضاع على الساحة الإسرائيلية وغزة، وضرورة العمل على إعادة إعمار غزة بالشكل الذي يتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، ولكن أيضا من خلال إشراك السلطة الوطنية في هذه العملية وضمان أن يتم حصول الشعب الفلسطيني في غزة على كل العوائد المرتبطة بشكل مباشر من إعادة العمل.